خلينا نروح للمهندس محمد فرج عامر يا جماعة، يعني ده كل ما يخص المباراة النهاردة وكل ما يخص مباراة الأهلي وإسترن كومباني. خلينا نروح للمهندس محمد فرج عامر، مرتبين معاه النهارده هنكلمكم في كذا حاجه مهمه تخص الاهلاويه وتخص كل الناس، لان هو كتب حاجات مهمه جدا عايزين نناقشه فيها. فخلينا ناخده، لان عندنا ملف مدرب النادي الاهلي النهارده في جديد، وجديد مهم جدا 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 للغايه. ملف مدير فن النادي الاهلي عندنا حاجات مهمه جدا وملفات مهمه جدا هتعجبكم بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. فان شاء الله باذن الله الامور تسير على ما يرام، ولكن عايز اوصف لكم الحاله اللي عليها مدرجات النادي الاهلي كانت تفرح. معالي صديقنا العزيز مهندس محمد فرج عامر، سلام عليكم. سلام، ازيك يا استاذ عبد الناصر؟ لعلك بخير يا فندم. الحمد لله، اهلا وسهلا. وحشنا جدا يا فندم. ايوه استاذ عبد الله، يعني عايز ابدا معاك النقاش، يعني تحدثت عن يعني توقعات للمدير الفني الاجنبي الجديد للاهلي ورحيل موسيماني. من وجهه نظرك ما هي المدرسه التي تصلح للاهلي خلال المرحله القادمه؟ والله انا بعد اللي انا سامعه يعني ان الكابتن محمود الخطيب ميال للمدرسه الالمانيه. بس انا شايف ان قريب قوي الراجل البرتغالي ده هم النتائج مميزه جدا ومتفقين معاه على كل حاجه، لكن العقبه اللي واقفه ده اللي بسمعها كلها اجتهادات. صح، مفيش يعني حاجه يقينيه، محدش عارف. الاهلي متكتم جدا على الموضوع ده وبيفاوض عدد من المدربين في نفس الوقت، فهو فتح خطوط متعدده مع اكتر من مدرب، كلهم سير ذاتيه مميزه جدا وكلهم على مستوى عالي قوي قوي. تمام. المدرب البرتغالي ده برضو على ضوء ما انا سمعت او ان هو اتفقوا معاه على كل حاجه، لكن على المكافئات، على مده العقد، على شروط العقد، على المساعدين، لكن المرتب هو اللي واقف عقبه، لان الاهلي عايز يدفع 2 مليون دولار او مليون و900 ألف. وهو طالب 4 مليون دولار. هو طالب 4 مليون. وبعدين في نفس الوقت سامع ان الكابتن في لجنه هتسافر توقع العقد مع احد المدربين، فاكيد هم خلاص وصلوا الاتفاق مع احد المدربين، لان الثلاثه طبعا احسن من بعض. وجايز يكون في مدربين تانيين، لكن انا شايف برضو الراجل البرتغالي ده راجل مميز جدا وشغله كويس جدا، يعني اعتقد ان اي حد من الثلاثه وبالاخص المدرب البرتغالي ده هيكون اضافه كبيره قوي للاهلي. طيب، تحدثت عن صفقات مهمه للنادي الاهلي خلال الساعات الماضيه يا باشمهندس، برضه الناس عايزه تطمئن منك. برضه كلها اجتهادات، كلها اجتهادات. انت عارف الاهلي بيتكتم جدا على الحاجات. انا بسمع طبعا، انا عندي علاقات بلاعبين وبوكلاء لاعبين وبانديه كثيره وناس كثيره جدا من الوسط، في يعني في خط اللي هو عمرو السيسي ده محل اهتمام الاهلي بشكل كبير جدا، اعتقد ان هو انا الصفقه. وبرده في اللاعب النيجيري بتاع انبي، الاهلي طبعا داخل بقوه شديده جدا في هذه الصفقه طبعا. وفي حارس المرمى بتاع انبي برده اللي هو محمود جاد. ايوه، كنت شايف ان الاهلي عنده حراس مرمى هايلين، يعني مصطفى شوبير انا يعني ما كانش عندي فكره ان هو بيقف كويس قوي كده، شفت كويس قوي. وطبعا الاهلي عنده حارس تاني ورا مصطفى شوبير مميز جدا، وبعدين سامع عندهم ولد كانوا اشتروه السنه اللي فاتت من الترسانه. خلي بالك مصطفى شوبير حتى النهارده تم اختياره نسر المباراه. انا بقول لك اتفاجئت بيه، اتفاجئت بمستواه في المباراه السابقه، والنهارده كمان لما اتفرجت عليه حتى الكره اللي هو صدها مرتين ثلاثه ده بيوريك رد فعله عالي كده، هو اللي باين ان لياقته البدنيه عاليه قوي. والنهارده كمان بان ان رد فعله قوي، زائد ان بان ان عنده رغبه ان يبقى كويس. خدت بالك؟ فانا يعني وقف النهارده بمنتهى القوه ومنتهى الجراه، والماتش اللي فاتت وقف بمنتهى القوه ومنتهى الجراه. ويعني الاهلي عنده حراس مرمى كويسين قوي، بس طبعا انت عارف دايما الاهلي عايز يجيب احسن حاجه، وكنت شايف النهارده
حالته كانت كويسه قوي، وزي ما بقول لك هم عندهم حراس قايلين يعني. لكن محمود كان برضه محل اهتمام جامد قوي. في مصطفى ده اللي هو بتاع خط وسط انبي طبعا، اللي كان اصلا من نادي اسوان، طبعا راجل مميز جدا بيلعب كويس قوي، لان كان عايز محمد ابراهيم، فاعتقد ان ده برضه هيروح الاهلي. وبعدين الاهلي عايز يعزز بقى المساكين، هو المساكين عنده في واحد بيلعب في طلائع الجيش ده، وفي مرعي، انا سمعت ان هو خد مرعي اللي هو بيلعب فيوتشر اللي كان بيلعب جنب محمد عبد المنعم. فيعني الاهلي طبعا مش هيسكت، لان هو بيأمن نفسه بقدر الامكان عشان طبعا البطولات الافريقيه والبطولات اللي هو حاطط عينه عليها، فهو دايما عنده تخطيط بعيد المدى يعني. ولكن كنت النهارده لما اتفرجت على الاهلي، انا شايف محمود متولي رجوعه ده هيبقى اضافه كويسه قوي، حتى لو هو جاله شد في اخر المباراه، لكن انا شايف ان محمود متولي ده بيلعب سواء في خط النص او سواء ان هو يلعب بساك، هيكون اضافه كبيره قوي في الاهلي. هو خط دفاع الاهلي هو اضعف خطوطه اعتقد يعني، لكن اكرم توفيق طبعا لو اما يرجع اكرم توفيق اضافه كبيره طبعا جدا له. وطبعا سامع ان الاهلي هيجيب اللي هو الباك الشمال محمد حمدي بتاع بيراميدز، وده كان اصلا زمان قوي كان ناشئ في الاهلي. ان شاء الله يعني ده اللي انا يعني بسمعه من زي ما قلت لحضرتك. انا اعرف لاعبين كتير جدا طبعا، وعارف ناس وكلاء لاعبين محترمين جدا، وعارف مسؤولين في انديه كثيرين جدا، ودايما الناس بتتكلم معايا وتاخد رايي في اللعيبه. فانا ده اللي سامعه، ان الاهلي متكتم على كل اللاعبين، لكن الاهلي مش هيسيب فرصه يقوي نفسه من غير ما يقوي نفسه. طيب اخدك لملف مهم كتبت عنه، ان خلاص ملف مصر والسنغال راح للمحكمه الرياضيه. هو طلع النهارده ان هو ما راحش، ان اللي انا عرفته ان الفيفا ادى للاتحاد المصري مهله. هو انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه قوي، ان هو مصطفى غربال ده غير التقرير بتاعه، دي خطوه طبعا مهمه جدا، واثبت فيه ان واهم نقطه طبعا سيبك من الاعتداء عليهم في الممر والاعتداء على حافله ده، وطبعا الشتايم والبهدله اللي اتعملوا وتهديد محمد صلاح، والراجل اللي راح له في الاوتيل وثابت ان هو كان على علاقه بالاتحاد السنغالي، والاتحاد السنغالي اداله فلوس، والاتحاد السنغالي جاب شركه حطت الناس ماسكه مدافع في اماكن معينه، مدافع ليزر مش اقلام ليزر، حطيتهم ورتبتهم بطريقه معينه وشتايم بطريقه معينه، كل ده كوم. اهم نقطه في القضيه هي اللي هقول لسيادتك عليها، ان اول ما المباراه انتهت الناس بتوع الليزر كلهم اتجمعوا وراحوا ورا المرمى وركزوا المدافع بتاعتهم في اعين اللاعبين بتوعنا. النقطه الخطيره المهمه جدا ان الفيفا جاب طبيب، وان ثبت ان الليزر اثر على عيون اللاعبين، يعني ضيع اللاعب، ضيع تركيز اللاعبين، وده معناه تدليس، والتدليس ده غير نتيجه المباراه. هي دي اخطر نقطه في الموضوع، وهي دي اللي يا اما تدينا المباراه 2-0 يا اما ان احنا نعيد المباراه. والكلام اللي انا بقوله لك ده مش تخيلي، ده كلام موجود في الاوراق. الناس فكرها ان لجنه التظلمات هي اللي هتدينا اعاده المباراه. لجنه التظلمات دي مجرد ان هي بتدي لك اشارات على الاخطاء اللي حصلت في المباراه. حضرتك بالموضوع ده بتروح حضرتك الى المحكمه الرياضيه. احنا اول مره المحكمه الرياضيه طب احنا رحنا ولا ما رحناش يا فرج بيه؟ لا طلع ان احنا ما رحناش النهارده. احنا ادونا مهله. لا بس هيروح. انا استاذ عبد الناصر الموضوع ده هنروح امتى؟ طيب هنروح امتى؟ لا يا بيه ده الفيفا ادت مصر مهله. بص استاذ عبد الناصر، بص بالرغم من ان الناس تضحك، الناس تفتكر الموضوع ده تهريج، الناس تفتكر اي حاجه، ده موضوع حقيقي. اللي انا عايز اقول لك عليه ان الجزائر اللي هي الكيس بتاعتها او الحاله بتاعتها اقل مننا بكثير،
وانا شايف ان هي اضعف من حالتنا بكثير، متحمسه جدا. احنا المباراه كانت عندهم والاخطاء كلها اخطاء تحكيميه. حضرتك الملف بتاع مصر قوي بطريقه رهيبه، بطريقه جامده 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 جدا. وانا بقول لحضرتك قسما بالله لو الملف بتاعنا اتخدم خدمه عاديه هذه المباراه مش هتتعاد، هتتحسب لنا النتيجه. خلي بالك ان الناس كلها بتنتظر كلامك والدنيا داخله معاك في تحدي. كلام فارغ وانا بتكلم كلام رياء، عيب. انا راجل يعني ليا تاريخ كبير جدا في الرياضه، وكنت رئيس مجلس شباب الرياضه، صح، وحضرت مؤسسات رياضيه. وكلامك مهم ويحترم، وكلامك مهم ويحترم. علاقات جامده جدا، وكنت هستثمر في انجلترا في كره القدم، ويعني وانا يعني اعرف كتير قوي 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 في كره القدم عادة. فانا بكلمك كلام حقيقي، ان هناك التقارير الطبيه اثبتت ان حصل هناك تاثير على اللاعبين بتوعنا في ضربات. بص، في حاجات كتيره جدا، الحاجات الكتيره جدا حتى الاخطاء التحكيميه اللي كولينا كتب تقرير عن الحكم، لكن كل ده ما لعبش المباراه. اللي عيد المباراه هو التاكد من وجود تدليس غير نتيجه المباراه، والتدليس موجود في ضربات الجزاء. فيعني شوف، كولينا اثبت ان الحكم مصطفى غربال ارتكب فظائع. وخلي بالك مصطفى غربال ده من 3 حكام ماشيين مع المساعد بتاع فوزي لقع الليل نهار، يعني ده من رجالته، من رجال. هو له واحد مساعد هو اللي بيحط الحكام في المباراه الهامه في افريقيا، عنده 3 حكام بيأدوا كل ما هو مطلوب منهم، من ضمنهم مصطفى غربال. مصطفى غربال لما الطيار عيني عليه كان كاتب تقرير ان مفيش حاجه، ولما لقى ان كولينا كتب تقرير كبير قوي والناس بتوع الفار كتبوا تقرير قوي، غير تقريره وادان الاتحاد السنغالي وكتب كل الملاحظات وكتب على الليزر، وجاه بعد كده الفيفا جابت دكتور وعمل تقرير طبي موجود دلوقتي في لجنه التظلمات، واحنا عاملين بيه المحكمه، والمحكمه هتدينا الحق كمان احنا نجيب دكتور ويكتب تقرير عن على اللاعبين اثناء ضربات الجزاء. فاحنا معانا ماده خصبه تماما تماما في هذا الموضوع، وفرصتنا كبيره جدا، خاصه ان الناس فاكراها ان الفيفا اللي هتخلينا نعيد. الفيفا خصم وكله خصم، لكن انت المحكمه الرياضيه هي اللي هتفصل بيننا وبين كده. يعني انا لما الاهلي راح قلت لك الاهلي مش هياخد حكم، لان الاهلي في غلطه كبيره جدا، ان اتحاد الكوره المصري لم يطلب ان هو ان احنا نخسر المباراه، فبالتالي طبعا ده بيضعف الملف بشكل كبير جدا، وحصل. لكن موضوع اعاده مباراه السنغال ملف مصر قوي جدا 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 في هذا الموضوع، وانا ان شاء الله متفائل بشكل كبير، بس بشرط بقى ما تاخدش المحامين بتوع اتحاد الكوره وتوديهم يترافعوا فين؟ في المحكمة الدولية. جيب محامين متخصصين وترافعوا قبل كده أمام المحكمة الدولية، أوربين، وجيبهم وكلفهم بهذا الملف. أشكر معاليك، شكرا جزيلا يا فرج بيه على هذا الإيضاح، شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا جزيلا، شكرا. يعني بس يعني مهم جدا، بس عشان الناس بتقول لي المهندس محمد فرج عامر شغال يا عبد الناصر، بيكتب على صفحته ده جاي الاهلي، ده ماشي من الاهلي وهو اهلاوي ومهتم بملف الاهلي، هاتهولنا واساله عن موضوع السنغال. فانا برضه ايه حبيت اجيبه لحضراتكم علشان تبقوا انتوا في الصوره، عشان اقول لكم كان ولا من. انا شخصيا بقول لك لا في اعاده مباراه ولا في اي حاجه، وكله ده كلام في الهجايص.